آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه، ووضع البيت وحرمه، وخلق النحل وفهمه، ونادى موسى وكلمه، وبعث محمدا وعلمه. سبحانه ما أعظمه، سبحانه عز فارتفع، وضر ونفع، وأعطى ومنع، وسن وشرع، وفرق وجمع، وأنشأنا من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، قد لذنا بجنابك فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، يا عياذ المستعيذين، ويا غياث المستغيثين، يا عياذ المستعيذين، ويا غياث المستغيثين، نعوذ بك من أنكر الأصوات، ونعوذ بك من تتبع العورات، ونعوذ بك من الرياء في الصلوات، ونعوذ بك من عقوق الآباء والأمهات. إلهنا إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الكون إله غيرك فيرجى؟ إلهنا، من نقصد وأنت المقصود؟ إلهنا، عدنا إليك فقبلنا، عدنا إليك فارحمنا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا فضلها وعطاءها ومنها وكرمها برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما.